الأحوال في مصر متردية، وعدد الصحفيين وعدد سجناء الرأي وعدد المحبوسين احتياطيا حبس مطول اللي بالألاف بيقولوا ان الوضع مش على ما يرام. يتحسن يعني يتحسن سجل اي دولة في حقوق الانسان حينما تنتهي انتهاكات حقوق الانسان، مش بتكوين لجنة تضلل للخارج وتمنع الاصوات المستقلة انها تقول الحقيقة. دي تقول كل شيء على ما يرام، مش هيبقى فيه الصوت. خاب ظننا ايضا للأسف من تشكيل اللجنة، انه اللجنة كلها جهات حكومية ما عرفش ايه علاقتها بحقوق الانسان في الحقيقة. بوضوح، ايه علاقة وزارة الدفاع بحقوق الانسان؟ ايه علاقة المخابرات بحقوق الانسان؟ ايه علاقة وزارة الداخلية المتسبب الرئيسي في انتهاكات حقوق الانسان بحقوق الانسان؟ الانتهاكات لها رائحة موجودة، انتهاكات حادة ومتوحشة. هذه اللجنة والإعلان عنها وتشكيلها للأسف بيثبت إنه مفيش إرادة سياسية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر. تشكيل اللجنة الحقيقة يعني يشير إلى أن المهمة الأساسية لها هو الرد على التقارير المتوالية التي تفضح حالة حقوق الإنسان في مصر. والمشكلة في تكوين هذه اللجنة أنها تضم المسؤولين أو ممثلي هيئات هي متهمة بارتكاب أفظع جرائم حقوق الإنسان في مصر. لا أتوقع على الإطلاق في عهد الرئيس الفتاح السيسي أن يتاح للمنظمات الحقوقية المستقلة المصرية أو الدولية أن تمارس نشاطها بحرية في مصر.